الإبداع في فن البقاء. عدا الباطن كل أندية القاع حصدت في 21 حصدت نقطة وكثيرا من احترام. هذا الموسم هو الفيصلي، خطف من كل فرق المقدمة الأربعة نقطتين على أقل تقدير، إلا الأهلي. إلا الأهلي هزمه روح رجعة، فكان الأهلي في هذه الجولة الرابح الأكبر. اختلفنا فكان الاختيار بصوت الأكثرية أن الباطن بالتغيير الفني في تحد والمدرب الجديد ما أضاف على الأقل داخل المستطيل، ناهيك عن الهزيمة، فحضر الاجتهاد أن الباطن في الجولة الخاسر الأكبر. مهما طالت الهجرة فالطيور إلى أوطانها تعود، هكذا أكد الصربي إليتش أن بصم من أول محاولة، بصم الانتصار لمن دربه قبل موسمين فأعانه يومها على البقاء، فكان الليلة هو بانتظار المزيد، هو مدرب الجولة. تقاربت مستويات العطاء سواء بين النجوم أو المجتهدين، فكان التسجيل والصناعة كانا بيضة القبان، فرجحت عندها كفة المؤشر بلا منازع. تكون مباراة مثيرة للغاية، كرة تصل الأمامية سريعة، مهند، الله، يا مهند، أوه يا مهند يا عسيري، جميل اللعبة، حس تهديفي عالي، درجة الأولى. أوه. عادلة الحكم. سلامة إن شاء الله لا تنبت. سلامة إن شاء الله لا تنبت. سلامة إن شاء الله. هل وصلكم كلام انه ما في هبوط ممكن ياثر عليكم ولا ما تدري؟ انا على فكره انا العب احنا اولا لتحقيق مراكز متقدمه، ولا انا افكر بالهبوط الحين ابدا. ايوب ممتاز عند اوبيا، يتقدم اوبيا، فرصه امام المرمى، غير معقول غير معقول، يواجه المرمى اوبيا ويضيع فرصه شبابيه. Parabéns, hora para a Fede Lenise.
صفات لين ديال يجي مسكين ديما كيتحدث هو يقول مسكين 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 ياس مسكين للمباراة الثانية على التوالي يتجاوز عدد الحاضرين حاجز 10,000 مشجع وعاشق لفخر مكة. أحلى هدية لجمهور وفي أن الفوز كان حاضرا، عسى أن تكون الثالثة في السادس من الشهر المقبل حاضرة عندما يزور الفيحاء المدينة المنورة. حيدر الوتار، صدى الملاعب.